شريك النجاح، شريك النجاح مع محمد الإبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله مستمعين MBC FM في بداية حلقة جديدة. نبدأها بالدعاء أن اللهم من أراد ببلادنا سوء رد كيد في نحر، اللهم احفظنا والمسلمين وولاة أمرنا من كل شر، ودم علينا نعمة الأمن والاستقرار. موضوعنا في شريك النجاح اليوم راح يكون مختلف، راح يخص الناس اللي مهتمة في الديكور الداخلي ومهتمة في تصاميم المنازل. حابين أن نكون معكم شركاء نجاح في هذا الموضوع اللي دائما ما يعني يكون في حيرة عند الناس في موضوع تأثيث البيت أو اختيار الأثاث، الزوج الزوجة أو الاعتماد على مكتب هندسة. في حال أنك قررت تغير في الأثاث أو تصاميم منزلك، تغيير الديكورات والأثاث، غالبا تدخل في حيرة كبيرة، وكل واحد يقترح لك شغلة معينة أنك تسويها، وإذا جيت تختار الأثاث وتنسق الألوان بتدخل في متاهات وتخاف الشيء فلاني ما يناسب الشغلة الفلانية، أو الكنب والله ما يناسب ورق الجدران، ومن هالأمور. الناس في هذه الحالة عندهم يعني خلنا نقول نموذجين. النموذج الأول عندهم ملكة كذا من الله وطولة بال في موضوع البناء والتأثيث، وفي ناس لا والله إذا حس إن الشغلة مطولة يعني بدأ ينجز شغله ويتهور في التصاميم ويختار أي أسرع شيء عشان يخلص، وممكن بعد فترة يندم على هذه الاختيارات. فسؤالنا لك، وخصوصا بيتك اللي تجلس فيه أغلب وقتك يستاهل أنك تتعب عليه ويكون مكان مريح لك، اليوم نحاول إن شاء الله زي ما ذكرت أن نكون شركاء نجاح معك في اختيارك لتصاميم بيتك، ونعطيك بعض النصائح بهذا الموضوع. السؤال اللي أوجهه لك كل من يسمعنا سواء من السيدات أو من السادة، لو بتغير في تصاميم بيتك أو بتغير الأثاث، هل تستعين بمصممين الديكورات ولا تعتمد على نفسك أنت والمدام، أو إذا مثلا شباب ملحق ولا يعني دائما يحطون بصماتهم يحبون تحطها بنفسك، ولا تثق في أراء الآخرين؟ يعني في ناس مثلا يكونون من حولك لا ذويقة في اختيار الألوان، في اختيار الأثاث. نأخذ أول اتصال. طيب نروح للاتصال الثاني. مساء الخير. يا هلا ومرحبا، حياك الله. يا هلا. يا هلا بك، تعرفني باسمك؟ سالم العزي. سالم، والنعم فيك أخوي سالم. سالم، نتكلم اليوم عن الأثاث وعن الديكورات واختيار التصاميم، فأنت في البيت مين اللي فرش البيت أو مين اللي اختار؟ والله احنا بالبيت يعني في البيت المشكلة عندنا، احنا خاصة في السعودية عندنا مشكلة تضارب الآراء في الديكور، هذا يعطي رأي وهذا يعطي رأي وهذا يعطي صحيح. رأي لكن المشكلة تبعد المصممين، لما يعني تبي تلجأ لمصمم أو مكتب هندسي يعني غالبا ما أسعاره تكون جدا عالية، يعني أتوقع أن أقل مصمم راح يأخذ عليك من 5,000 أو 10,000 وفوق. يعني بعد البيت تقسيماته يعني لها دور في التصميم، يعني صح أنك يعني تفرض عليك مرات أشياء معينة ومرات لا، ممكن أنت تأخذ راحتك. نعم، لكن مثل ما ذكرت لك هو كثرة الآراء وتضاربها هي اللي تسبب مشكلة في تصميم البيت. لكن يعني أنا بالنسبة لي يعني لحد الحين الله يرزقني إن شاء الله بالبيت إن شاء الله بإذن الله. بإذن يعني الله تعالى. إذا كان أنا بصمم، فأنا بصمم بكل أمانة من ناحية مصمم، يعني كيف ما يعني، ويعني أتمنى أن يعني المصممين هذولا اللي يأخذون فقط على التصميم أنهم يعني يقومون بدور إشراف، مو فقط أنه يعطيك تصميم يبذغ وقدرة صح ويتخلى عنك، يعني ما قلت أنه يعطيك دور الإشراف، يعني أنه يشرف على المكاتب المعينة اللي هو سوى منها التصميم، سواء ديكور يعني جدار، ستاير، كنب، أيا كانت. نعم. يعني أما 10,000 ريال حتى الأسعار نوعا ما أتمنى أنهم ما يبالغون فيها. طيب إحنا راح يكون عندنا مهندس ديكور داخلي وراح نقله هذا، عندنا سؤال عن الأسعار زي ما أنت ذكرت.
وحمد لله على سلامة المصابين في مطارتها. الحمد لله على سلامة. اللهم آمين يا رب. وحنا بكل أمانة عن طريق منبرك يعني حنا قلبا وقالبا ما يحتاج وقوفا مع جنودنا ووقوفا مع خادم الحرمين الشريفين ولي عهده. والله ينصرنا إن شاء الله على كل ما عادنا. يا أخوي محمد على الإطالة. شكرا. لا شكرا لك يا سالم، وبالعكس كفيت ووفيت. سالم ذكر أن في هذا الموضوع كثرة الآراء هي اللي ممكن أنها يعني تجيب العيد في أو خلينا نقول تعرقل موضوع تصميم البيت. راح نطلع فاصل وبعدها إن شاء الله مكملين. أثاث وديكورات البيت يا ترى أنت اللي تختارها ولا تعتمد على مكاتب الهندسية مكاتب المصممين ولا تستعين بآراء اللي حولك؟ هذا هو موضوعنا اليوم في شريك النجاح، ونحاول إن شاء الله يعني نعطيكم كذا بعض النصايح ونكون شركاء نجاح في بناء بيئة مميزة داخل البيت. نقول مساء الخير. مساء النور. حياك الله يا هلا ومرحبا. تعرفني باسمك؟ معك خالد الثقفي. يا هلا ومرحبا فيك يا خالد. خالد عندك تجربة مع موضوع مكاتب المصممين أو أن أنت صممت بنفسك؟ لا والله أنا أخوك، أنا عندي تجربة لكن الآن مقبل أنا على البناء. نعم. وعندي تجربة مع كذا مكتب على أساس تبحث عن مهندس مصمم داخلي وخارجي. نعم. عندي ملاحظة بسيطة بس اللي هي كما تفضل فيها المتصل السابق اللي هي الأسعار. يعني اليوم احنا قاعدين نتوجه لنحو رؤية 2030 نتمنى تكون بيوتنا أفضل من البيوت اللي احنا عايشين فيها اليوم. نعم. تواكب العصر يعني تحتاج خبرات. صحيح. فأنا أحتاج اليوم لمسة المصمم المميز والمبدع. اليوم البيت أنت بتقضي فيه تقريبا أغلب وقتك، فلازم إذا مكان بيتك يعني مريح داخليا لك ما حترتاح نهائيا في يومك. نعم. اللي أثر علينا بأمانة اللي هي غلاء الأسعار. غلاء الأسعار أنت تشوف أنها هي بشكل مبالغ فيه، وهذا للأسف اللي يجبرنا أن احنا يعني نتوجه للبناء التقليدي. نعم. أو أن أنت تعتمد على نفسك في موضوع الديكورات الداخلية. صحيح صحيح. طيب يعطيك العافية خالد، شكرا على مشاركتك. الله يعافيك. شكرا لك. يا هلا ومرحبا. يعني احنا في اعدادنا للحلقة حضرنا السؤال الخاص بالاسعار، وممكن نسمع وجهة نظر مهندس وخبير البناء والديكور الداخلي اللي راح يكون معنا ان شاء الله في نص البرنامج، وراح يعطينا نصايح وراح ان شاء الله نناقشها في موضوع الديكورات الداخلية. لو بتغير في تصاميم بيتك أو بتغير الأثاث، هل تستعين بمصممين الديكورات ولا تعتمد على نفسك أنت والمدام أو أنت والعيلة أو بمن تثق في أرائهم؟ شاركنا تجربتك على 011-268-4488. كثرة الآراء والأسعار المبالغ فيها من مكاتب التصاميم، هذه أول شغلتين احنا رصدناها من خلال المتصلين ومن خلال المتابعين لبرنامج شريك النجاح. نطلع فاصل إعلاني وبعدها إن شاء الله مكملين المشوار. حياكم الله من جديد في شريك النجاح. نطلع الاتصال ونقول مساء الخير. أبا. يا هلا ومرحبا. حياك الله أخوي عبد الرحمن. مرحبا. إيه نعم يا أخي. يا هلا ومرحبا فيك عبد الرحمن. تجربتك مع تصاميم البيت تغيير الأثاث؟ والله تفضل. والله أنا تجربتي أول شيء أشكر الولد الكبير هو اللي جاب التصميم من خارج المنطقة للفيلا. نعم. وكان موفق في اختيار التصميم الخارجي. وبالنسبه للديكورات الداخليه والاساس اختارتها بنت اللي خريجه جامعه، وكان موفق ان شاء الله. والله في ناس إن اخذوا الفكره هذه على واقع حقيقه. نعم. والحمد لله وكان الامور ميسره الحمد لله. الحمد لله. يعني انت اعتمدت على الابناء في موضوع اختيار وتصميم؟ اعتمدت على الولد في الديكورات الخارجيه والتصميم للفيلا، والبنت في الديكورات الداخليه، وكانوا موفقين الحمد لله. الحمد لله. منزل مبارك ان شاء الله. الله يبارك فيك ان شاء الله ويسعدكم ان شاء الله. ونتمنى للاخوان المصابين في مطار ابها الصحه والعافيه
ينصر إن شاء الله بلادنا بقيادة حاجم الحرمين الشريفين، اللهم ويجعل كيد الأعداء في نحورهم إن شاء الله، اللهم ويتمم النعمة على وطننا إن شاء الله. هذا ما حصل بإذن الله تعالى. شكرا لك، شكرا على مشاركتك. اتصال ثاني، مساء الخير. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام، حياك الله، يا هلا ومرحبا. يا هلا وسهلا، شلونك أستاذ محمد؟ الحمد لله بخير، يا هلا وغلا. معاك أخوك خالد العتيبي. خالد العتيبي، شخبارك يا خالد؟ تمام؟ والله بخير، الله يسعدك ويوفقك. وياك. نتكلم اليوم عن التصميم، الأثاث، الديكورات. هل أنت ساهمت مثلا في البيت ولا بس غرفتك، ولا صممت البيت كله؟ والله يا طويل العمر، اي اكيد يعني لي شو اسمه على قولهم وجهة نظر في الديكور في بيت اخوي الله يطول بعمره. وابد الديكور شيء مهم، التغيير هذا شيء مهم استاذ محمد. والحقيقة أنا أفتخر فيك أستاذ محمد، لأنك أنت ما شاء الله مذيع صراحة بدون مجاملة، تشرح الصدر لما الواحد يسمعك على الام بي سي. تسلم يا رب، شكرا لك. وأحب أقول الله يسلمك، وأحب أقول في الحفل المرتقب بإذن الله لسمية الفنان خالد عبد الرحمن ملك الفن يوم الجمعة بإذن الله، وأنتم عودتونا إذاعة ام بي سي اف ام على نقل الحفل، وما تقصرون، كلكم خير وبركة. محمد، ودنا نسمع شيء لأبو نايف إن شاء الله. يعطيك العافية خالد، شكرا على مشاركتك وعلى حرصك واهتمامك الدائم بأخبار الفنان خالد عبد الرحمن، اللي زي ما أنت ذكرت إن شاء الله راح يكون حفل يوم الجمعة، وراح تنقل إذاعة ام بي سي اف ام وقناة وناسة بإذن الله تعالى مع الفنان محمد عبدو. من جديد تذكير في موضوعنا اليوم في شريك النجاح، نتمنى أن نكون إن شاء الله شركاء نجاح في اختيارك لتصاميم بيتك، ونعطيك بعض النصايح اللي راح تكون إن شاء الله مع مهندس وخبير بناء وديكور داخلي، أنها تفيدك في موضوع اختيارك للأثاث، وحتى النصايح أن كيف تستغل الأماكن في البيت. يعني بين فترة وفترة اللي يدخل على تويتر في بعض الحسابات اللي مهتمة في هذا الشأن، شأن التصميم والديكورات، يوريك ما قبل وبعد، تلاقي مكان يعني زاوية صغيرة لكن مع الديكورات واستغلال المساحة تلاقيها طلعت بشيء مختلف وشيء حلو ويثلج الصدر. مكملين إن شاء الله مشوار شريك النجاح، راح نطلع فاصل غنائي مع الفنانة داليا نسمعها في جديدها، وبعدها راح يكون إن شاء الله معنا مهندس الديكور الداخلي اللي راح نطرح إن شاء الله عليه الأسئلة وناخذ بعض النصايح اللي ممكن أنها تفيدنا وتفيدكم في موضوع الأثاث وموضوع التصميم، وبالتحديد إحنا موضوعنا اليوم عن الديكور الداخلي. شريك النجاح، بنحاول نكون معك اليوم إن شاء الله ونقدم لك نصايح تساعدك في اختيار الأثاث وأيضا تصاميم المنزل، أنها تكون بشكل مناسب يتناسب مع شخصيتك مع أجوائك. وعشان يعني زي ما قالوا أهل الاختصاص هم الأدرى في هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا مهندس ريان سعيد خبير البناء والديكور الداخلي. أرحب فيك مهندس ريان. أهلا وسهلا، كيف أمورك؟ تمام الحمد لله بخير، كيف أموركم؟ يا حبيبنا، نبدأ معك. أول شيء، أهمية اللجوء لمصمم ديكور في حال أن رغبت أني أسوي تصاميم داخلية لبيتي، أهميتها بدل ما أنا أعتمد على نفسي، تفضل. طيب، هو أولا أنا بتكلم فيها، إحنا عندنا في التصميم أو في الشغل البناء أول حاجة في أمور هامة لازم نعتمد عليها ونشتغل فيها على أساس أنه يطلع عندنا البناء بشكل صحيح وبأقل أخطاء ممكنة. فيمكن في البداية لو بدي أشتغل هستشير أول شيء الناس اللي فاهمة بهذا الموضوع، بعد كده أروح لمكتب هندسي متخصص ونروح نخش في موضوع التصميم. التصميم أنا أقدر أستغل به لو كان بحاجة كويسة، وإذا كان مع مهندس ومكتب هندسي محترم ومحترف في مجاله، فبالتالي أنا أقدر أخفض بموضوع المساحة.
وهذا الشيء بيخفض لي عندي موضوع التكلفة. شوف كثير من البيوت أو المخططات بيشتغلوا عليها إنه إحنا نستغل كامل مساحة الأرض في المباني، وبعض الأحيان يكون إحنا ما إحنا محتاجين إن يكون في مباني بهذا الحجم أو بهذه المساحات. اختلفت احتياجات الناس كثير ما بين يعني الفترة الماضية العشر سنوات الماضية والآن، هتلاقي احتياجات الناس مختلفة تماما، والكل صار بيسوي تصاميم احترافية وحاجة جميلة، حاجة تكون ملفتة للنظر، وفي نفس الوقت يكون البيت مريح بالنسبة لي، وفي نفس الوقت يكون على قد الميزانية، ويمكن هذا أهم حاجة أنا بدي أدور عليها، أن تكون الميزانية مناسبة. زمان الكل كان يصمم مساحة الأرض كم، نأخذ الماكسيموم عندي في المساحة ونشتغل. الآن لا، المصمم المحترف يسأل عن ميزانية الشخص أول حاجة، أنت كم الميزانية اللي عندك، على أساسها أنا أصمم لك حاجة تناسب الميزانية وتناسب كمان احتياجاتك ورغباتك. فهذه واحدة من أهم الأشياء اللي احنا بنستفيد منها لما نروح لمصمم محترف ومكتب هندسي محترف يصمم لنا بيتنا. شغلة ثانية، الاستفادة من الموارد الطبيعية اللي تكون موجودة في المكان. بعض الأحيان يكون ضوء الشمس مهم جدا للمالك نفسه ودخوله، واستغلال الإضاءة الطبيعية حاجة مرة كويسة، ولكن ممكن ينعكس الموضوع هذا بطريقة أنه يدخل لي حرارة في المكان. صحيح. فكيف أنا أقدر أستغل الإضاءة الطبيعية وفي نفس الوقت ما يدخل لي حرارة في المكان؟ هذا المصمم المحترف هيقدر يشتغل عليها ويسوي لك المبنى بطريقة أنه تستغل الموضوع هذا. استغلال كمان الأحواش أو المناطق اللي ممكن يكون فيها مناطق للترفيه، مثلا زي المسبح، لو بدي أسوي حديقة، لو بدي أسوي مواقف سيارات. نعم. فهذه كلها أمور أنا ممكن أستغلها وممكن أستفيد منها إذا كان في عندي تصميم محترف وممتاز للمبنى وللمساحة اللي موجودة عندي. نعم. إحنا أخذنا اتصالات في بداية الساعة، كلهم يعني قالوا إحنا ودنا أن نتعامل مع مكاتب المهندسين، بالعكس أنهم أهل خبرة وأهل اختصاص، لكن جميل. الكل يقول أن الأسعار شوي غالية، هذا الشيء اللي يخليهم يضطرون أنهم هم يصممون بنفسهم أو يكون تصميمهم تقليدي. فكلمنا عن موضوع الأسعار. الأسعار، شوف خلينا نتكلم بشكل عام، الناس بتروح يعني تحط كامل الميزانية وتحط كامل جهدها في التنفيذ وتنسى موضوع التخطيط أو تقلل من قدره بشكل مرة كبير. معروف الموضوع هذا بشكل عام في الأعمال، التخطيط بياخذ يمكن ثلثين المدة وثلثين الجهد اللي بياخذ التنفيذ. التنفيذ سهل، أقدر أجيب أي أحد وينفذ، ولكن التخطيط أني أنا أطلع بحاجة مرة كويسة ومناسبة لكل الاحتياجات والرغبات اللي عندي، فهذا الشيء الصعب. والله العظيم أنا الأسبوع اللي فات كنا شغالين مع عميل، خفضنا له التكلفة في التصميم على التنفيذ، خفضنا له تقريبا 40,000 ريال. الفرق ما بين المخططات اللي هو راح بيدور عليها وفي السوق بشكل عام، غالبا المخططات تتراوح أسعارها في المكاتب العائدية ما بين 5,000 إلى 7,000 ريال. هو دفع زيادة ما يقارب 50% في الأسعار هذه، ولكن أخذ تصميم خفض له في الميزانية 40,000 ريال. نعم. فهذا الفرق هنا لما تبي تحسبها تحسبها بهذه الطريقة. صحيح في مهندسين وفي مكاتب هندسية أنا معهم ومع الناس، أنا برضو واحد من الناس، في مكاتب هندسية سعرها جدا غالية. إذا بدي أقارن بإيش الأشياء اللي أنا حأخذها من المهندس هذا أو من المكتب الهندسي، إيش تفاصيل العقد؟ هل أنا حأخذ تصميم معماري وإنشائي فقط؟ صحيح. ولا حأخذ فوق كمان كهرباء وسباكة، وحأخذ تصميم داخلي وتصميم للواجهات وتصميم للمناطق الخارجية؟ هذه كلها تفاصيل تكون موجودة عند المكاتب الهندسية المحترفة، يكون من الستاندر عنده، والشيء الطبيعي أنه هو يقدم هذه الأشياء. أنت تقول له إذا ما تبغاها فتخرجها من السعر، وهيقل السعر معك. المكاتب العادية حتقدم لك 4 مخططات رئيسية، معماري وإنشائي وكهرباء وصحي. أنا شخصيا في شركتي ما أقدم هذه المخططات لوحدها، أنا عندي تصميم للواجهة، عندي تصميم لـ3 مناطق رئيسية داخلية، تصميم داخلي، في عندي توزيع للأثاث كمان في المخطط. فهذه أمور بترفع لي سعر المخطط، ولكن بتديني جودة عالية جدا في المخطط،
وبتقلل لي التكلفة. المخطط لما نشتغل عليه مهندس واحد مهندس معماري أو إنشائي غير لما نشتغل عليه 4 أو 5 أو 6 مهندسين. فهذه من الأمور اللي ترفع عندك التكلفة ولكن تخرج فيها بالنهاية بجودة مرة عالية تخفضك في تكلفة البناء. أيا كان المخطط اللي هتسويه ولا المكتب الهندسي اللي هتروح له المفترض أنه السعر حق المخطط ما يزيد عن 5% من قيمة البناء. وهذا يعني التكلفة التقديرية اللي أنا أحطها فيه إذا كنت هتبني مبنى قيمته لنفترض 1,000,000 ريال فالمفترض المخططات هتسويها ب20,000 ريال مش 5,000 ولا 6,000. نعم يعني هذا السعر المناسب. أنا أقول لك هذا السعر المناسب من 3 إلى 5% لازم تدفع في المخططات. هذا السعر المناسب. إذا أقل من كده أنا أشوف ممكن أنت تأخذ حاجة أقل من الجودة المطلوبة أو إنه سعر التنفيذ عندك هيكون أعلى من الشيء الطبيعي. طيب بحكم تجربتك مهندس ريان سعيد ما هي أكثر الأخطاء شيوعا في موضوع التصاميم الداخلية للمنازل؟ يعني أخطاء دائما يقعون فيها الناس. من تجربتي والشغل اللي أنا شايفه كثير من الناس بيشوفوا تصاميم في الإنترنت أغلبها تكون مثلا أمريكية تكون بريطانية ويبغى ينفذها بحذافيرها عندنا هنا في البلد. أنا أقول إنه الثقافة تفرق ما بين أمريكا وأوروبا والخليج بشكل عام. الجو العام يفرق صحيح. حرارة الجو تفرق تماما عندي فمش دائما أقدر أطبق نفس التصاميم بالملي عندي هنا. هنحتاج إنه نشتغل بطريقة مختلفة وهذه طبعا تتناسب مع بيئتنا. تكون متناسبة مع البيئة ومع الثقافة بشكل عام. يعني قليل جدا ما يمر علي عملاء يكون المناسب لهم أن الصوالين تكون مفتوحة على الصالات وتكون مفتوحة على المطبخ. هذا الشيء ما هو موجود يعني عندنا هنا كثير. هنا صحيح. كله مقفل تحتاج في نوع من الخصوصية أعلى من المجتمع الغربي. عندنا موجودة هنا المجتمع الغربي ما تحاجة عنده اسمها صوالين أصلا. هي صالة واحدة هو اللي بيستقبل فيها ناسه وهو اللي بيجلس فيها لأنه أصلا الاستقبال والضيوف وكده وضع مختلف وثقافته مختلفة تماما عن هنا. فهذه من أكثر المشاكل اللي أنا لاحظها يطيحوا فيها الناس. يدخل الإنترنت ويسوي يشوف بحث بيت عجبه يقول لك أبغى أسوي شيء جميل أبغى أطبقه بالملة عندي هنا. أنا أشوف أنه خطأ أنه أطبقها بهذه الطريقة. فهذه من أكثر الأشياء اللي بيطيحوا فيها الناس. حاجة ثانية التكاليف أو التكاليف الإضافية والتفاصيل الإضافية الكثيرة في التصميم الداخلي. أبغى أعمل في السقف أشكال وأبغى أعمل في الأرضية أشكال وأبغى أعمل في الجدران إضاءات وأبغى أعمل وأي فكرة جات في بالي أبغى أنفذها. هذه في الأخير تطلع لي التكلفة ترفع لي التكلفة مرة كثير وفي نفس الوقت تخلي المكان زحمة. أنا كل ما بسط كل ما كان أفضل كل ما كان أجمل. والبساطة صعبة. البساطة ما هي سهلة. أصعب شيء أنا لما أصعب من أني أنا أعبي في كل مكان. أني أعبي في كل مكان ده الموضوع سهل بس أني أبسط وأخفف من الديكورات وأخفف من الأشكال الداخلية أصعب بكثير. وهذا الشيء اللي بيقلل لي من تكلفة التصميم الداخلي وتكلفة كمان التنفيذ الداخلي. أنا لما نجي أطلب طلبات مرة كثيرة من المصمم وأشكال مرة كثيرة حيرفع التكلفة لأنه عليه شغل كثير وحياخذ وقت إضافي وفي نفس الوقت في التنفيذ بياخذ وقت إضافي. فلما أقلل أبسط هلاقي أن التكلفة تقل علي في التصميم وفي التنفيذ كمان. نعم يمكن هذه أكثر يعني شيئين بتمر علينا الأخطاء. في موضوع طيب. الأخطاء اللي بنمر عليها في التصميم. طيب من خلال أيضا تجربتك الأماكن في أماكن كثيرة تكون غير مستغلة بشكل جيد في المنازل. يمكن أكثر منطقة غير مستغلة في المنازل عندنا اللي هي الصوالين أو المجالس بالذات الجيل الجديد. يعني الآن ما عاد في موضوع أنه الضيوف يجوا بأعداد كبيرة ويجلسوا عندي في البيت وكذا. بتلاقي الواحد دوبه بعد حياته ويبغى يسكن في فيلا والدور الأرضي كله صوالين مساحة 300 متر أو يعني ما يقارب هذه المساحة وكلها مساحات ضائعة ما هي مستغلة. خلينا نفكر بطريقة منطقية. الآن أغلب الاجتماعات صارت بتصير في أماكن برا بيستأجروا استراحات بيستأجروا مناطق كلها بيصير فيها تجمعات والضيوف العدد اللي بيتجي تلاقي من 10 إلى 15 شخص هذا الغالب. فإحنا إنه نسوي مساحات كثيرة جالسة للضيوف بس وخلينا نقول ما هي جالسة للضيوف يمكن جالسة للجن 3-4 سنة مقفلة ما في أحد بيجلس فيها ولا أحد بيستغلها.
فهذه من الأماكن المفترض أن احنا نستغلها بطريقة أفضل من كده. نبدأ خلاص نقلل من الأعداد الكبيرة هذه، مجلس رجال ومجلس نساء وصالة طعام للرجال وصالة طعام للنساء، هذه 4 غرف كل واحدة فيهم لا تقل مساحتها عن 30-35 متر، كلها هدر رايح أنا دفعت عليها فلوس وما استغليتها، فمن أكثر المناطق اللي بيصير فيها هدر مرة كبير. جميل. طيب خلنا نتكلم ان في البعض يقول لك انا ابغى اكون تصميم بيتي يكون فيه طاقه ايجابيه، هل في فعلا الوان افضل للطاقه الايجابيه او ديكورات معينه؟ طبعا انا ما اقدر اسميها طاقه ايجابيه قد ما اسميها انه راحه نفسيه في البيت. راحه نفسيه. ايوه. شوف كثيرين تلاقي انه البيت بالنسبه له حاجه يعني تضيق الصدر، ويبغى دائما يجلس برا ويبغى مكان يرتاح فيه ويبغى مكان يعني يقدر يفكر فيه. طيب البيت نقدر نسويه بهذه الطريقه بشكل مره كبير. نقدر نشتغل في الالوان، الالوان الفواتح بشكل عام في البيت مره ممتازه، واحنا لما نجي نصمم بيكون عندنا لكل غرفه ألوانها الخاصة بها. مثلا أنا لو بدي أعمل في غرفة النوم فأروح للألوان الفاتحة والألوان اللي هي رايحة للوردي أو الأزرق أو الأصفر الفاتح. المجالس بشكل عام أروح للألوان العامة أو الألوان الحيادية زي الألوان الرصاصي البيجيات. اللون الأبيض كمان مرة جميل اللي نستخدمه في الأماكن، بديني وسع في المكان وبديني راحة نفسية كبيرة. فهذه الألوان استخدامها أفضل من أن أروح لألوان غامقة زي البني الغامق أو الأسود. قلل حتى المساحة بالنظر. أيوة أيوة، حتى في مساحة النظر بتفرق معي تماما. طيب احنا نستأذنك مهندس ريان سعيد، راح نطلع فاصل إعلاني وبعد إن شاء الله راح نكمل آخر جزئية في موضوعنا اليوم اللي هو عن البناء والديكور الداخلي. يعني معكم بإذن. حياكم الله من جديد مستمعين ام بي سي اف ام. اذكر في رقم التواصل اللي حاب انه يشارك موضوعنا اليوم، نتكلم عن الديكورات الداخلية ومعنا مهندس ريان سعيد خبير البناء والديكور الداخلي على 0112684488 اللي حاب انه يوجه سؤال او استشارة. رحب فيك مهندس ريان من جديد، مساء الخير. مساء نور. يا هلا. الحين راح نتكلم عن جزئية جدا مهمة يمكن البعض يغفلها او البعض يمكن ما يعطيها أي أهمية، لكن أنا من واقع يعني التجربة وكذا أن دور الإضاءة مرة جدا مهم يعني في موضوع التصميم الداخلي. إذا نتكلم عن هذا الجانب الإضاءة، طبعا الإضاءة واحدة من أهم الأشياء الرئيسية واللي بنحطها في الاعتبار بشكل كبير حتى في التصميم. ويمكن أتكلم فيها من ناحيتين، الإضاءة عندنا الإضاءة الطبيعية والإضاءة الصناعية اللي هي داخل البيت. كل ما قدرنا إنه إحنا نستفيد من الإضاءة الطبيعية من برا حيكون أفضل، حيكون أجمل. لون الشمس أو لون إضاءة الشمس هو يعني اللون الطبيعي حيبين لي حتى الألوان بشكل طبيعي، هذه حاجة. فأنا أشوف الألوان بشكل طبيعي جدا، وفي نفس الوقت حيديني انشراح أو حيديني اتساع للمكان أكثر من الإضاءة الصناعية، وأقدر من خلاله أني أقلل في التكاليف التشغيلية فيما بعد. ففواتير الكهرباء تقل عندي بدخول الإضاءة الطبيعية من برا. طبعا هذه لها اعتبارات ثانية لازم نأخذها في موضوع استخدام تقنيات العوازل بشكل صحيح في القزاز. القزاز يكون دبل، يكون عازل للحرارة، يدخل لي إضاءة الشمس وفي نفس الوقت أستفيد من يعني الأشعة حقتها، ولكن ما يدخل لي الحرارة. فهذه أشياء لازم نأخذها في الاعتبار. فكل ما قدرنا نستفيد من الإضاءة الطبيعية ودخلها داخل البيت في كل غرف البيت حيكون أفضل. نيجي هنا للإضاءة الصناعية إذا في أماكن أحتاج بها، وحنحتاج هذا الشيء رئيسي، حنحتاجه في فترات الليل مثلا، حنحتاج أنه يكون في إضاءة صناعية في المكان. عندنا يعني أنواع الإضاءة المخفية هي تعتبر من أجمل أنواع الإضاءة إذا ممكن أسويها في البيت. نكون عندنا في التصميم كل ما كان المكان مضاء ولكن مصدر الإضاءة ما هو باين كل ما كان أجمل. فكل ما قدرت أعتمد على الإضاءات المخفية كل ما كان أفضل، وكل ما قدرت أعتمد على الإضاءات السفلية الأرضية كل ما كان أجمل. يعني بلاش نخلي الإضاءات في السقف كلها، الشيء طبيعي والناس متعودين على أن الإضاءات لازم تكون في السقف،
ويصير التصميم في البداية في الجبس إنه عندي الأسبة لايت وعندي الإضاءة المغطية وعندي الإضاءة الموجهة وعند كل الإضاءات في السقف. لما أنت تشوف يعني الأماكن اللي غالبا الناس ترتاح لها بتلاقي الفنادق. فنادق الناس دائما يرتاحوا لها، غرف الفنادق جميلة، غرف الفنادق مريحة، غرف الفنادق تحسها أنها واسعة مع أنه هي مرة ضيقة. تلاقي أنه ما في إضاءات في السقف أو الإضاءات في السقف جدا جدا قليلة. صحيح. تلاقي الاعتماد كامل على الإضاءات الأرضية، إضاءة فوق المكتب، إضاءة جنب السرير من اليمين من اليسار، إضاءة عند الجلسة، كلها إضاءات أرضية. الإضاءات الأرضية لها ميزتين، أن هي تبين لي الأساس وتوجه لي الإضاءة تكون على الأساس فتبين لي جمالية الأساس اللي حيكون موجود عندي غير الإضاءة المنتشرة في كل مكان، تقلل لي من ظهور العيوب إذا كان في عيوب في أي مكان في الجدران في الأرضية في كذا، فتخفي لي العيوب، وفي نفس الوقت تقلل لي التكلفة. أنا الإضاءات اللي في الأرض كلها على بعض ممكن تكون 6-7 لمبات موجودة على الأرض ومنورة في المكان، وما يحتاج أن أسوي في السقف. السقف لما أسوي حسوي إضاءات مرة كبيرة عشان المساحة عالي السقف ولازم أنور المنطقة بشكل كويس، فلها أكثر من فائدة الإضاءة الأرضية حتى نوصل فيها لمرحلة الصيانة. أنا صيانة الإضاءة لما تكون عندي جنب يدي أغيرها على طول بيدي، ما أحتاج سلم وما أحتاج عامل ويطلع فوق وأجيب الكهربائي وأغير اللمبة وغيرها، فلها أكثر من فائدة. ولكن هذا ما يمحي نهائيا المهمة الرئيسية من الإضاءة العالية. أنا أحتاج الإضاءة العالية في أماكن معينة، في بعض الأحيان في أماكن معينة أو حتى في كل مكان في البيت في وقت النظافة مثلا، أحتاج أن يكون الإضاءة عالية، أحتاج أنه أشوف مضبوط أبغى أنظف. ولكن في الاستخدام اليومي الإضاءة كل ما كانت منخفضة كل ما كان أفضل، الجسم نفسه يكون مرتاح. شوف الجسم مصمم انه هو في النهار تكون الإضاءة عنده عالية وفي الليل الإضاءة منخفضة، فحتى في بعض الانزيمات وبعض الأشياء في الجسم تفرز في الليل تختلف عن النهار، الإضاءة لما تكون منخفضة غير لما الإضاءة تكون عالية. ففي النهار خلاص إضاءة الشمس أنا أعتمد عليها بشكل رئيسي، وفي الليل أعتمد على الإضاءات الصناعية ولكن بشكل كمان يكون جميل ويكون منسق. نعم، كل الشكر لك مهندس ريان سعيد خبير البناء والديكور الداخلي، أنت كنت معنا شريك نجاح في حلقة اليوم وعطيتنا من الأشياء الكثيرة اللي الواحد ممكن يستفيد منها من النقاط الخاصة في الديكور الداخلي والأثاث. الله يسعدكم وشرف لنا. يعطيك العافية، شكرا لك. مستمعينا وصلنا معكم ختام مشوار برنامج شريك النجاح، هذه أجمل تحية مني محمد الإبراهيم ومن شريك نجاحي في هذا البرنامج الزميل أحمد الشهري في الإعداد. نترككم مع هذا العمل الوطني.